الله يعطيك العافية يا ابن عمي. بس كأنك صار لك زمان ما حكيت معي حكي حلو. ما حكيت معك حكي حلو. هريزي نية. يا الله مو وقت مزحة. شو مو وقت مزحي؟ شو بدك لكان؟ قلي شي كلمة حلوة. كلمة حلوة مثلا تهزك هز مرجوحة منيح. شو بكي؟ اي والله علي الطربة ما بصدق امتى ارخي غلق هالدكان واجي لعندك لهون. عم بشتاق لك كثير صغير. طب احكي لي شو صار معك اليوم بالمحل؟ شو صار معي اليوم؟ ايوه ما صار شيء، بس رحت انا على الغوطة عساس تجيب المعسلات. طلع لي من البايكة كلب قد الجحش. ولي على قلبي. ايه هيك هيك عامل لك، وتشوفي وقت بيعمل عم بخوف بلا. ايه شو صار بعدين؟ شو صار بعدين؟ هذا عضته بتموت. انا صرت اركض هو يركض وراي، انا اركض هو يركض وراي، فت بحاره لحقني، طلعت بشارع طلع وراي، ما عاد عرفت شو بدي ساوي، اخر شيء لقيت منفس الي دوار. وصلت على الدوار وصرت لف حوالي الدوار، انا لف وهو يلف، انا لف وهو يلف، انا لف وهو يلف، لك تصوري صارت المسافه بيني وبينه شي سنتي. طب شد هندك شوي ليقوم يعضك. لك شو يعضني ما يعضني ما بقدر يعضني، كنت سابه بدورتين.